مع الدكتورة ريم حماد أخصائي النساء والتوليد. أهلا بحضرتك معانا. أهلا بحضرتك. بستريح لما بتكلم على حاجات إن النساء والتوليد مع الدكتورة. طبعا. معين الدكاترة الرجالة بتوع النساء والتوليد زباينهم اكتر من الدكاتره الستات. بتهيالي مؤخرا الموضوع ده اتغير. اتغير صح؟ اتغير لان فعلا الست بترتاح اكتر مع ست عشان بتبقى واخده راحتها بتتكلم، والبنات طبعا نفس الموضوع. يعني هو في الدكتور النساء اي كان يعني راجل او ست، طبعا الاثنين كويسين عشان بس ما حدش يزعل. طبعا انما فعلا الراحه اكتر بتبقى مع دكتوره. الراحه اكتر طب مع والصراحه لان النساء بالذات لازم تبقي مرتاحه ولازم تتكلمي كل حاجه وما تخبيش حاجه عن طبيب النساء. لان هو ممكن يوصل لمعلومات كتيره جدا من الشكوى بتاعتك. ده صحيح. ده صحيح. وبيبقى في مشكله، احنا عندنا مشكله لازم يعني نبقى واضحين كده، عندنا مشكله انه احنا كبنات ما عرفناش الدكتور بتاع النساء غير واحنا بنولد الحقيقه، يعني وانا بولد او في الحمل مثلا ده هو ده والله طب ولدني يعني كده، يعني ما عندناش اي خلفيه ولا بنهتم من الناحيه دي كستات لنفسنا، ان انا اروح لدكتوره نساء وانا بنت لسه ما فيهاش حاجه. طب وبعدين زياره دكتور النساء قبل الزواج مهمه جدا، خاصة في البنات اللي هم التين ايجرز اللي هم في سن من 13 14 16، لان في حاجات كتير ممكن الواحد يعرفها. منها ان هي الزيارة دي بتبقى تثقيفية، يعني هي عندها اسئلة، والاسئلة دي لو سألت صاحبتها قريبتها طبعا هتاخد اجابات مش صحيحة، ولو دخلت على النت واخد الاجابات من النت برضو النت مشكلة بتاعته ان هي معظم المعلومات اللي فيه بتبقى عن تجارب شخصية، يعني انا جربت ولقيت فلانة جربت وترد عليا، فهي مش معلومة صحيحة. صحيح. ومعظم البنات بتاخد المعلومات عن طريق النت او عن طريق الاصحاب، فهي لو جت زياره لطبيب النساء وعندها كل اسئلتها ممكن تلاقي اجابات لجميع اسئلتها. ممكن حاجه تانية ان هي حتى في السن ده بيبقى عندها لخبطه حتى في التغذيه بتاعتها. احنا التغذيه مهمه جدا في البنات، مهمه من ناحيه انتظام الدوره الشهريه، مهمه من ناحيه وزنها والحفاظ على شكلها. هي لو وصلت السن ده ووزنها كويس ممكن عمرها ما تعاني ولا رجيمات ولا دكاتره التغذيه ولا وزنها طالع نازل طول الوقت. فهي لو بتظبطوها كدكتورة نساء انت بتبقي مسؤولة عن انك تخليها في على الاقل الفت انتباهها ان انت وزنك زيادة، خدي بالك. ممكن اقول لها تروح لطبيب تغذية. ممكن شوية تعليمات تمشي عليها كويس. ممكن الاحظ ان البنت دي وشها فيه حبوب شباب هي مش ملاحظة، لو استنت على حبوب الشباب بعد كده هتبقى ندبات. معالجة الندبات حاجة تانية صعبة خالص غير معالجة حبوب الشباب. ممكن حاجة تانية ان هي تقولي تاريخ العيلة عندها، تاريخ العيلة مثلا عندهم سرطانات، عندهم سرطان في الثدي، عندهم سرطان في المبيض، عندهم سرطان في الرحم، ده بيبقى فيه جزء منه كبير وراثي، يعني تبقى العيلة فيها. فلازم تعمل بروكور. فلازم اعلمها مثلا ازاي تكشف على صدرها. وعلى فكرة ان اكتر حد دقيق في الكشف على الصدر هي نفسها، لان هي كل واحده عارفه صدرها، فكل واحده تقدر تلقط الحاجه من اولها. لا في مشكله، في حاجه غريبه، لان يعني الثدي برضو مهم جدا الكشف المبكر عليه جدا، ويعني يكاد يكون اهم من اني اكتشف ان خلاص في سرطان. دي مشكله، يبقى الكشف المبكر ده بنعلمها من وهي سنها صغير. والعياذ بالله لما بيبقى في كانسر في الثدي في الصدر هو له ما فيش في الكانسر ميزه، لكن طبعا. يعني له ميزه معينه ان هو اول ما بيبقى فيه كانسر بيبان على طول. هو العالم كله دلوقتي بيتجه مش للعلاج، للديتكشن، اني اكتشف اكتشاف المبكر. اكتشاف حاجة ممكن تعملي شعرك كده عشان النك مايك بيجي. ايوه شكرا. يبقى الاكتشاف المبكر اهم من العلاج، لان انا هصرف قد ايه على علاج السرطان وهصرف قد ايه على الاكتشاف المبكر. طبعا فرق لا يقارن. صحيح. طبعا في برضو حاجات تانية ان احنا ممكن البنت لو جت عيادة مش يعني نساء ممكن برضو عندها اضطرابات في الدورة الشهرية. هي ممكن حد يقول لها دي اضطرابات عادية ما فيش مشكلة. هو طبعا في اضطرابات طبيعية بس في اول حدوث الطمث، يعني اول حدوث اول سنين. تمام. ممكن انها تيجي الدورة مرة وتغيب سنة فيش مشكلة لو هي دي اول مرة. ممكن تيجي وتلخبط كل شهرين كل 3 شهور، انما تيجي
توصل 17 18 سنه ما فيش دوره يبقى هنا في مشكله. في مشكله كده؟ اه في مشكله، عشان كده الام لازم تنتبه. في امهات للاسف مش منتبهه للموضوع ده، فهي انها تاخد بالها البنت دي ما جات لهاش دوره. وساعات بنشوف اخوات بنات الاثنين نفس المشكله. ممكن طبعا المشكله دي تبقى مشكله كروموسومات، ممكن مشكله وراثيه، ممكن مشكله في المبيض نفسه، وممكن هرمونات. لو مثلا حد جالك واحده عندها 16 17 سنه والبيريد ما جاتلهاش، بتقدري تعالجي ده؟ يعني لو هي جاتلك وهي 16 سنه وبتقول لها تو ليت خلاص انت المفروض كانت؟ لا مفيش تو ليت، هو حسب السبب. حسب السبب، هو في سبب يعني مفيش فيه تو ليت، لان السبب ان هو لا يمكن مهما عملت ان البنت دي يجي لها دوره. ممكن هي عندها اضطراب في الكروموسومات، يبقى ده عيب وراثي. في ناس كتير كده؟ اه في للاسف. وبنشوف كتير حاجه تانية اللي هو فشل المبايض المبكر، ده بيزيد بطريقه مش طبيعيه في الدول العربيه كلها على فكره. محدش عارف سبب، هل هو التلوث، هل هو الاكل اللي بناكله، ممكن محدش عارف السبب لغايه دلوقتي. انما بنشوف فشل المبايض. يعني ايه فشل المبايض؟ يعني بنت تلاقي المبيض بتاعها زي ست عندها 60 سنه والهرمونات. هو المبيض بيبتدي لو ست طبيعيه وكده، المبيض بيفشل من سن كام سنه؟ مش يبتدي يفشل، يعني في النازل؟ أيوة. يعني يبتدي حوالين سن انقطاع الدوره اللي هو 44 45 لغايه 52 سنه. طبعا في الدول العربيه ما فيش ستاتستكس، فاحنا ما نعرفش. انما كل واحد ماشي بدماغه، كل واحد ماشي بالظبط، فما نقدرش نعرف السن اللي هو متعارف عليه. انما هو من 44 5 لغايه 52 سنه. وهو يعني المبيض بيبتدي البويضه نفسها كفاءتها او يعني نوعيه البويضه بتبتدي في النازل من سن 35 وانت طالعه، فلغايه ما توصل ان المبيض خلاص مش هينتج اي بويضه. يبقى كده هي فرصتها في الحمل هي بس اللي اتغيرت، انما بقيت حياتها زي ما هي بس انها مش هتعرف تحمل. بس في برضو حاجة تانية مهمة. هو ما بتستمرش البيريد عند ست بعد ال 52 ولا 52 ده يعني خلاص؟ لا هو رينج، هو من إلى، ما فيش حاجة اسمها أنت عند سن 46 الدورة هتقطع، ما أقدرش. لا أنا فاهمة، لكن هل ممكن ستات تقعد ل 60 سنة عندها البيريد مثلا؟ صعب صعب، ممكن حالة كل 200 ألف حالة ممكن. ده بيبقى معناه إيه طيب؟ لا معناه ما هو ده برضو ليه مشكلة، ان هو التعرض للهرمون لمدة طويلة. يعني اللي هو مثلا واحدة جات لها الدورة بدري 9 سنين وقطعتها متأخر، يبقى دي تعرضت لسنين طويلة لهرمون اللي هو الأنثوي اللي هو الاستروجين، اللي هو السبب في، او مش السبب، اللي هو عامل من عوامل سرطان الثدي. يبقى دي ابقى عيني عليها. حتى الست دي لما تجيلي وهي عندها حاجة و50 والدورة لسه موجودة، واسألها وتلاقي الدورة جت بدري جدا، لازم نكشف على الثدي ونعمل صورة أشعة على الثدي. طيب اسالك فرصه بقى اسال كل الاسئله دلوقتي. الست مثلا عندها 45 46 47 سنه ولسه عندها البيريد، معناه ان المبايض شغاله، معناه تنصحيها ان هي تحمل؟ لا طبعا طبعا، هو يا ريت ما تحملش طبعا. مش عايزين خلف اساسا. لازم يعني نبطل، عايزين ننظم مش نحدد، ننظم عشان الناس برضه. لكن ليه ما تنصحيهاش ان هي لان هي اولا نوعيه البويضه تبقى رديئه مبدئيا، فهي الطفل او الجنين مش هيبقى سليم. ده اول حاجه. تاني حاجه ان هي نسبه حدوث التشوهات اعلى، هي فوق ال 35 النسب بتزيد. ايش طبعا فوق ال 35؟ فوق ال 35، لان بيحصل لخبطه في الكروموسومات تنتج عنها اطفال مشوهه. وعاده اللي هو اكتر حاجه مشهوره اللي هو داونز او اللي هو المونجل، المونجل ده نسبته بتزيد. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان هي فرصتها في حدوث ضغط اثناء الحمل عاليه، والضغط اثناء الحمل ممكن يؤدي لحاجه اسمها تسمم حمل، وده خطير جدا على فكره. يعني ممكن الست دي تموت. لا لا لا، ممكن يؤدي طبعا، لان ده اللي هو الحمل الخطير. يعني انت اخر سن الست تنصحيها خلاص، يعني معلش هنجريها اخر سن مسموح للست عشان تبقى في السيف سايد؟ ده سؤال صعب، لان حسب هي اتجوزت امتى. لان احنا دلوقتي سن الزواج ارتفع، فهي ممكن تكون اتجوزت عندها 35 سنه، هل اقول لها لا ما تحمليش؟ ما ينفعش، فانا هديها فرصتها. انما لو واحده اصلا عندها اطفال وعايزه تخلف فوق ال 38 39 انا انصحها لا. لا انصحها لا، لان عاده الاسباب بتبقى وهي يعني عندها ولدين وعايزه بنت، عندها بنتين، فمش سبب يخليها تحمل. فارغ في فارغ بالظبط كده. فمش سبب انها تعرض حياتها للخطر، انها الطفل ممكن يبقى فيه مشكله، يجي لها سكر، يجي لها ضغط، كل ده وارد.
طيب هل في اي عيوب؟ معلش انا بسال اسئله من اللي بتخطر في بالي بس يمكن تكون بتفيد الجمهور. هل في خطوره على الست اللي بتخلف كتير؟ طبعا. يعني خلفت 1 2 3 4 5 صحتها دي بتروح فين ولا عامله ازاي؟ صحتها بتتبهدل، خاصه عاده اللي بيحملوا كتير ما بيتابعوش، لان متابعه الحمل دي مهمه جدا. متابعه حمل مش معنى ان انا اروح زياره للدكتوره وامشي واسلم عليها واعمل سونار، لا، الزياره دي معناها ضغط، معناها وزن، اراقب الوزن، معناها تحاليل، ومعناها متابعه الجنين. متابعه الجنين دي دلوقتي احنا تطورنا جدا، خاصه بالاشعه رباعي الابعاد، احنا ممكن نعرف ان الجنين ده مشوه من بدري جدا. ده حاجه. الحاجه بحيث انه لو مشوه لا قدر الله تقدروا تعملوا حسب لو نوع التشوه لا يصلح معاه الحياه، يعني ممكن البيبي ده اول ما ينزل يموت. عاده الازهر حتى مطلع فتوى انه البيبي ده ممكن ينزل، انما لو نوع تشوه ينفع يتعمل اول ما ينزل البيبي يتعمل له عمليه، في حاجات كتير كده ده ممكن نخليه. طب الابعاد ده ثلاثي الابعاد ورباعي الابعاد ده بتقدروا الشهر كام وهي حامل شهر كام تكتشفه؟ ممكن يتعمل بدري جدا قبل الشهر الثالث عشان نتنبه لهو المونجل، لان في بنقيس حاجه معينه في رقبه البيبي حسب السمك بتاعها نقدر نقول، طبعا بنسبه كبيره ما حدش يقدر يقول 100%. المية في المية لازم اسحب ميه من حوالين الجنين. الميه حوالين الجنين دي اقدر اقول لا 100% البيبي ده تشوه النوع اللي احنا شاكين فيه. وفي سونار المهم جدا عند 20 22 اسبوع، هو ده اللي بيقول لي الاعضاء بتاعه الطفل ده اخبارها ايه، سليمة. المخ، القلب، مقاساتها بتقدروا تعرفوا المقاسات دي؟ ده مع المتابعه العاديه اللي هي الشهريه. انما الحاجات الثانيه تقول لي الجهاز الهضمي، الجهاز العصبي، المخ، عظمه الانف، الشفه الارنبيه، الرجلين فيها تشوهات، ساعات العظم، كل ده بيبان في رباعي الابعاد دلوقتي. ده هي انا اول مره اسمع عن رباعي الابعاد. ما هو انا سنه مخلفه من 700 سنه فطبعا الحاجات دي ما لا هي موجوده. هي في مشكله ان هي غاليه. هي طب احنا معانا غاده من القاهره اكيد عايزه سؤال. معلش انا اسفه. اتفضلي. مدام غاده. ايوه. ولا انسه غاده؟ لا انسه. اهلا يا انسه غاده، اهلا، اتفضلي سؤالك معانا. لو سمحت عاوزة أسأل الدكتور عن سبب تأخر الدورة. نعم؟ عاوزة أسأل الدكتور. هي قالت سبب تأخر الدورة. سبب تأخر الدورة. حسب السن. لو هي زي ما اتكلمنا إن عمرها ما جات لها دورة، طبعا بيبقى في أسباب، عيوب كبيرة، عيوب خلقية، الرحم فيه مشكلة، المبايض، أو في سبب برضو بنشوفه إن هو في دورة بتيجي بس ما فيش فتحة ينزل منها الدم، اللي هو غشاء البكاره مسدود تماما. لان غشاء البكاره حسب ما هو متعارف عليه ان هو مسدود، لا هو مش مسدود، هو مفتوح عشان الناس بس تبقى عارفه، بينزل منه افرازات ودوره شهريه كل شهر ويرجع لا هو مفتوح، هو مش مقفول. خلاص ده عايز حلقه. شوفي الواحد، شوفي الواحد فاهم حاجات غلط خالص. دي من الحاجات اللي بنشوفها في العياده كل يوم. اللي احنا فيه ده يوميا في العياده الاسئله دي، ده من الحاجات اللي ممكن البنت تفهمها. فهي بيبقى مسدود تماما، فالدم بيتجمع جوه الرحم. فلو عملنا سونار هنلاقي الرحم ده مليان دم وبطنها بتكبر كل شهر، بيجي لها الام في الدوره انما مفيش دوره بتنزل، وبطنها في مغص ومحدش عارف، وبكشف بسيط جدا لمده دقيقه بيبان ان الغشاء البكره ده مقفول، ومن كتر ما الدم موجود بيبقى فيه زي ورم ومليان دم، والعلاج بتاعه ما يتعداش 5 دقائق، تفتحي غشاء البكره والدم كله ينزل. خلاص يبقى الدوره بتجي لها كل شهر. طب ده كده. طب وبعدين؟ طب ما احنا كده مفهومنا خاطئ في ال... طبعا احنا عندنا مفاهيم كتير خاطئه جدا، لان معظم مفاهيمنا بناخدها من المعارف والاصحاب وكتب حتى والانترنت، كله كلام غلط. ومهما حاولت ان انا في العياده افهم برضو بلاقي برضو نفس المفهوم موجود. يعني مثلا تحاليل ما قبل الزواج، تحاليل ما قبل لا زي. معلش بقى لا انا لازم اقفل في الحته دي. انا عارفه ان هي محتاجه حلقه بالكامل، لكن معلش لا. طب امال ايه اللي بيفرق بقى ما دام هو غشاء البكاره مفتوح او هو مفتوح في اي حال من الاحوال؟ اللي بيفرق بين البنت والست ده في معلومه اكتر، يعني ممكن تبقى ان هو غشاء البكاره اصلا ما فيهوش اورده دمويه، فهو مش المفروض ينزل دم لو احنا اتكلمنا طبيا وعلميا. تمام. خلاص يبقى هو غشاء البكاره عباره عن غشاء زي الحلقه حوالين فتحه المهبل، فهو مفتوح
يعني بالعقل، مش في افرازات، مش في دوره، يبقى خلاص يبقى هو مفتوح. اللي بيحصل ان هو بيتقطع من ناحيه واحده اثناء الجماع اللي هو اول مره. لما بيتقطع، لو هو اتقطع هو بس فمش شرط ينزل دم، 60% من البنات ما بينزلش منها دم. فهو مش شرط الدم اللي بينزل ده، لان هي اتعورت جنب غشاء البقر. اوكي. بس فهي ده مفهوم برضو الناس مش قادره تستوعب. كويس حاجه بتوضحي طبعا، مش قادرين يستوعبوا النقطه دي. مفيش حاجه اسمها كده. قافله خالص. طيب عايز اسال اسئله كتيره. ال حضرتك قلتي انه يستحسن انه بعد ال 35 ان ما نخلفش، يعني لو في اطفال. يعني في اطفال خلاص خلاص. انما لو واحده اتجوزت 34 هقول لها لا. طب بس نلحق نلحق قبل 40 خلاص. طب الست بقى كبرت في دماغها وعايزه نغه هي، فعايزه تخلف وهي عندها 45 46. في ناس بتعتبر ده ان ده بيصغرها. والنبي فهميهم الله يخليكي. ده غلط طبعا. لان هي ممكن تدخل نفسها في مشاكل كبيره. اولا متابعه الحمل بتبقى لازم تبقى دوريه ومظبوطه، ولازم تبقى هي ما تعانيش اصلا من امراض. يعني واحده عندها سكر او ضغط عادي، سكر عادي او ضغط عادي، ليه تحمل؟ هتبقى مشاكلها اكبر. دي المفروض لا. يعني احنا نفترض ان هي ما عندهاش سكر، ما عندهاش ضغط، ما عندهاش اي امراض، ما بتاخدش اي علاج وعايزه تحمل. اوكي، بس هنتابع كويس جدا وهنعمل كل الاشعات الضروريه ونعمل التحاليل وتتابع في العياده. والرباعيه دي مهمه طبعا. الرباعيه دي هتعملها مرتين، احنا عاده بنعملها مره، انما في دي هتعملها مرتين. زائد ان دلوقتي معظم الولادات برضو قيصريه. يعني موضه. ليه؟ لا، ما دي مهمه جدا. زمان ما كناش نسمع على فيلم. مش زمان قوي. ايوه يعني 10 سنين مثلا. يعني ما حدش، انا اللي هو اللي اتولدوا الجيل بتاعي كله امهاتهم ولدوهم طبيعي. خش على الجيل بتاعنا بقى، ما حدش ده كانك بتخلق يعني عادي قيصريه لو سمحت. عشان يعني المفهوم يعني لا، مش بس كده، هي بتعتبر انها ولد الطبيعي ده عيب، قيصريه ده حاجه اشيك شويه، وده غلط. لان يعني القيصريه ليها دواعي للقيصريه، مش اي واحده هتولد قيصري، مش اي واحده هتولد طبيعي طبعا. وبعدين هي الولاده الطبيعيه ليها شروط برضه، ليها شروط يعني مش. طب اسال سؤال، ايه اللي بيستدعيكي انه انك تقولي الكيس دي لازم قيصريه؟ اللي هي الحاله او الحالتين اللي تستدعي للقيصريه، غير كده لازم اقعدي ولادي بقى زي ما مش تولد. هي انا بحب اقول حاجه، هي محاوله ولاده طبيعيه خلاص. يعني ما فيش حد ستريت فورورد هقول دي هتولد طبيعي، لان ممكن اثناء الولاده الطبيعيه يحصل مشاكل نضطر ان احنا نفتح قيصر. ده وارد. في ساعتها ده وارد خلاص. هي دخلت في ولاده طبيعيه بس ما فيش تقدم في الولاده، البيبي تعب، حصل اي مشكله فبنضطر. ايه وحشه انك تولدي قيصريه؟ ايه القيصري دي؟ عمليه كبيره، ده فتح بطن، فتح بطن بنج كلي، فتح بطن. التعافي بعديها برضو هيبقى صعب، هتبقى تقعد فتره. وبعد كده طالما ولدت قيصري مره يبقى تولد قيصري على طول. ما عندهاش الاكسبيرينس بتاع الولاده الطبيعيه؟ لا مش اكسبيرينس، هو الرحم اتفتح خلاص. فلما الرحم يفتح يبقى انا لما اعرضها لولاده طبيعيه واديها طلق صناعي ممكن الرحم ينفجر، فاحنا بنبقى قلقانين من النقطه دي. فالمفروض انها ما تتعرضش لطلق. الا لو واحده خلاص بتولد على روحها وهي والده قيصري قبل كده ممكن نكمل. ممكن تكملوا معاها ممكن، بس بشروط. شروط ان اول حاجه يبقى في 3 سنين فاتت على الولاده الاولانيه. طب ممكن الشروط بعد التليفون؟ عشان التليفون لحضرتك. الو. الو. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن لو سمحت اكلم الدكتوره؟ اتفضلي يا جيهان، اتفضلي. طيب بص حضرتك، حضرتك يا دكتوره. ايوه اتفضلي. بص انا معايا بنت جنوس يعني، فبتجي لها الدوره كل 4 اشهر او كل 15، المره دي اتاخرت عندها 9 اشهر. عندها كم سنه؟ عندها كم سنه يا جيهان؟ عندها 18 سنه. اوكي. طيب هي الدوره حضرتك انا رحت كشفت لها بره عند الدكتور بره ده علاج، نزلها وبعد كده قال لي لا خلاص خليها تتنفذ معايا لغايه بعد الجواز لما تتجوز وكده. طيب هل بنتك مليانه شويه؟ جسمها مليان. وبطنها بتتنفخ. بطنها الدوره تتخزن عندها وبطنها بتتنفخ. طيب فحضرتك اول امبارح وقعت من على السلم، اول امبارح وقعت من على السلم فنزلت لها نقطتين دم، فرحت كشفت لها الدكتور قالت لها ما فيهاش اي حاجه، ده هي بس الدوره كانت مخزنه ووقعتها ونزل عليها نقطتين دم. احنا كنا خايفين عشان نفس عايضه وكده يعني. طيب بنشكرك يا جيهان، هترد عليكي الدكتوره حالا، اتفضلي. طيب هو طبعا عدم انتظام الدوره ده كتير جدا، وخاصه هي بتقول بنتها مليانه
وده من الحاجات المهمة اللي هي البنت انها تحافظ على وزنها، لان دي لو خست دورة بتاعتها هتنتظم، لو لعبت رياضة دورة بتاعتها هتنتظم. الناس برضو فاكرة ان اثناء الدورة ما ينفعش اتحرك، ما ينفعش العب رياضة، ما ينفعش اشرب سخن، ما ينفعش كلام كتير جدا بنسمعه ده غلط. بالعكس، هي لو لعبت رياضة لو اتحركت الدورة بتاعتها، اولا الالام اثناء الدورة هتبقى مش موجودة، الدورة هتنتظم، كل حاجة في حياتها هتتحسن طبعا لو اتحركت. عشان كده بنقول ان هي لازم تعرف التغذية السليمة، اسلوب الحياة الصح، لان هما كلهم بيبقوا صغيرين في السن. احنا عندنا الطفلة بتلعب رياضة وتمارين وبطولات، اول ما توصل لسن معين خلاص بتوقف، ده غلط. طب بالعكس، ده هو ده السن اللي مطلوب فيه رياضة. دكتورة، سؤال بعد حاجة لازم، عشان قبل ما نختم تقولي قلتيلي كذا الشروط اللي هي الشروط. البنت اللي ما بتجيلهاش الدورة اتأخرت وجت يعني لغاية بعد 18 19، الشكل بتاعها الخارجي بيبقى زي البنات عادي؟ حسب، الصدر بي 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 بيكبر يعني. ما هي ده من الحاجات المهمة اللي احنا بنشوفها في العيادة في البنات، ان هي في حاجات اسمها علامات انثوية او جنسية ثانوية، في اولية وثانوية. ثانوية يعني هل صدرها حجمه كويس ومناسب بالنسبة للبنت دي، هل الشعر طلع في مناطق معينة، هل طول البنت ده مناسب ولا لا. لان هي البنت لما تتأخر في الدورة بس بسبب مرضي، ممكن في الهرمون اللي هو اللي احنا بنبقى عايزينه عشان يقفل العظم، عشان الطول بتاعها يبقى برضو يقف عند حد معين، مش موجود، فبتفضل تطول قوي. بس ده في حالات مرضية. الحالات اللي هي لخبطة الدورة او تأخر الدورة العادي، هي عادة بنكشف لو العلامات الثانوية موجودة. وهي الدورة آخر حاجة بتيجي في البلوغ على فكرة. الناس فاكرة ان اول ما البنت تجيلها الدورة يبقى هو ده البلوغ، لا، في البنات لا، البنات آخر حاجة. البنات بتطول، بيطلع للشعر، بيجيلها صدرها بيكبر، آخر حاجة في خلال 3-4 سنين الكلام ده بيحصل، بعد كده الدورة بتيجي. 15 ثانية بالظبط حاجة تقولي الشروط عشان نختم. تولد طبيعي طبعا، بس ما فيش حد بيولد طبيعي بعد قيصري. طبعا. انما في شروط لو هي حبت، اللي هي عدى على الولاده الاولانيه اللي هي قيصريه 3 سنين او اكتر. تمام. تاني حاجه، ما يكونش السبب في القيصريه الاوليه سبب على طول موجود، ما يكونش حوضها ضيق، خلاص الحوض عاد مش هيتغير، يبقى دي حوضها ضيق مش هتولد طبيعي بعد كده. صحيح. الحاجه الثالثه ان الحمل ده سليم وما فيش مشكله فيه، زائد ان هي لما تولد في مستشفى مجهز، في بنك دم، وفي رعايه مركزه، وفي متابعة قريبة جدا من العيانة عشان متابعة الطلق اللي هو بيجي عشان ما يأثرش على الرحم، ومتابعة للبيبي. لو 3 شروط دي أو 4 شروط توفرت، ممكن تاخد فرصتها. تاخد فرصتها ممكن. بس برضو ما فيش حاجة اسمها أنها 100% ممكن تولد طبيعي. دكتورة، انا لازم اعمل حلقه مطوله مع حاجه تانية. ارجوكي ما تتاخريش علينا الله. بقى لان عايزين نعمل لستة اسئله كده، بنستفاد جدا منك يا دكتوره ريم. ربنا يخليكي، ميرسي جدا على وجودك معانا.